Hello everyone, رجعت اليوم لحتى افرجيكم exercises تحكي بس عن upper body، يعني كل شيء بحاجة له بالupper body رح تشوفوه اليوم بهال episode. رح افرجيكم exercises مع weights و exercises تستعملون free weights إذا كنتم بالبيت، إذا ما بتحبوا تستعملوا weights، إذا بتخافوا هذا الكونسبت على طول بضلوا بيحكوني إنه بنخاف يكبروا عضلاتنا ونضخم ومدري شو، بس لقلكم إنه التمرين الصح بيعطيكم الجسم الصح، يعني اللي انتو بتتمرنوه بتحصلوا عليه مثل كل شيء بهالدنيا. سو رح بلش اول شيء بالبوش اب، كلكم بتعرفوها، رح اعمل للادفانس بيبل ورح اعمل للانترميديت وللبيجنرز، رح فرجيكم حركات فيكم انا عم بعمل الحركه. اليوم ما رح نستعمل الجيم بوس، رح نستعمل العد والسيرس، يعني كل حركه رح اعملها تعملوها 3 times between 12 to 15 repetition. رح بلش بالبوش اب. بوش اب للبيجنرز بتحطوا ايديك سوري ركبتكم على الارض، بتعلوا البارت يعني بتعلوا الفوت، بتعلوا الرجل، بتحطوا تقلكم بس على الـ على الركب وبننزل 1 2 3 4. رح فرجي Intermediate advance 2 3 4 5. For advanced فيكم تعلوا الرجل وتنزلوا 2 3 4 5 6. So in total عملت 15 reps. Tricep dip يلي هو بشغل هالمنطقة من الإيدين، بدنا نعطوه شي عالي، بنش، كرسي، ستابل، حيلا شي موجود عندكم. For beginners مستحسن إنه تحطوا تقلكم على كل جنب، تنزلوا intermediate بتحطوا تقلكم هيك وبتنزل 2 advanced كمان فيكم على الوجه
بس بتركز اكثر على الكوردينيشن، يعني التنسيق بكل الجسم، وبتشغل كمان كل العصب تبع الجسم مش بس الايدين. عندنا كثير حركات فينا نعملها بالبوسبول، فينا نعمل البوش اب كمان، في يكون للادفانس على الركب، ورح تحسوا الفرق اكثر بين البوش اب العادي والبوش اب على الستابيليتي. بدنا نبعدها شوي، بدنا ننزل، بتشوفوا انه انا عم بنزل كيف الطابه عم تلعب. الانترميديت والادفانس بتستعملوا نفس الشيء، الفرق انه انترميديت فيكم تعملوا 10، ادفانس فيكم تعملوا 12 to 15. بس بحب اقول لكم خصوصا للبيجنرز او حيلا، يعني مش بس بيجنرز، بطبيعه التمرين ما بحب زيد كثير وزن، مش لانه من هيدي الفكره انه معقول نضخم عضلاتنا ولا نصير مشفين، لا، بس نتفادى اصابات قد ما فينا، نجرب نركز على الليمتيشنز، يعني قد ايه فينا نعمل سيريات، قد ايه فينا نعمل كم مره، قد ايه بكون احسن لجسمنا نكون عم نبعد اصابتنا. عنا هلا انا اخذت 2 كيلو، مش غلط تاخذوا 1 كيلو تعملوا 3 sets of 20، اذا advanced تعملوا 2 كيلو 3 sets of 20، نفس الشيء يعني beginners و advanced رح يحسوا نفس الاستفاده، بس الفرق انه الجسم الادفانس بيكون بيتحمل اكثر وزن. هيك سو عنا dumbbell row، يعني هيك انا عم بطفش شيء لفوق بعدي، سو البوزيشن تبعنا رح تكون هيك، ظهرنا جالس وبسحب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعد عنا 10 2 3 4 5 كمان بعدنا بالدمبلز عنا بوش بريس، يلي هي فينا نكون عندنا نحن وقاعدين وفينا نحن واقفين، بس عطول 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 نركز على ظهرنا، بحياتنا ما نوقف هيك، بالعكس لازم نشد لحتى ظهرنا يكون قادر، العضلات لاقطين الفقرة تبعيتنا. كمان بالتو كيلوز فينا نروح 20 ريبيتيشن، لانه الوزن خفيف بس على كثرة الريبيتيشن بصير حس بتقل. 1 2 ما بنزل لتحت كثير، ضل هون 90 ديجري. 4 5 6 7 8 9 10 رح فرجيكم من ورا كيف بدها تكون ظهري ثابت. 1
سبع حركة عنا إياها يلي هي hand raise مع dumbbell curl، يعني بشتغل على biceps. كمانه بدنا نركز على طول على الكور تبعنا، وبدنا نكون على طول شايفين الكور ونطلع. كل حركتين بحركة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح فرجيكم من ورا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هذه كانت سبع حركة. ثامن حركة عنا إياها يلي هي نفتح إيدينا مثل ما هن على الشكل، بنسكرهم وبنفتح 1 2 3 4 5. رح فرجيكم من هون 1 2 3 4 5. هيدي عم بتشغل الأكتاف تبع ظهرنا وأكيد إيدينا مجرد ما نكون حاملين وزن. هيك حركة ما فيكم تعملون بلا وزن، لأنه مش إنه ما بتستفيدوا، بس ما بتحسوا الضغط اللي مفروض تحسوه، وما بتكونوا عم بتوعوا العضلات اللي لازم توعوا. هيدي كانت ثامن حركة. تاسع حركة اللي هي الفرنش بريس، هي كمان بتشغل الترايسب ونفس الوقت بتشغل أكتاف الظهر. رح فرجيكم اياها من ورا على هالشكل، بطلع وبنزل على الاخر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عنا بعد حركة يلي هي front hand raise. فينا نعمل side front، هي بيكون 1 set، يعني اللي هي 1 هيدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. guys هدول كانوا حركات مخصوصين لل upper body بوزن بلا وزن free weight. فيكم تعملون وين ما كان، بالبيت بالجيم وين ما كنتوا فيكم، يعني ما في عندكم excuse لحتى ما تقدروا تعملوا هالحركات. أكيد إذا بتعملوا research رح تلاقوا مليار حركة، بس أنا عم بعطيكم حركات اللي أنا بستعملهم يلي موجودين بالبروجرام عندي، يلي عطول بحيالله training عندي عطول بيكونوا هيدول الحركات الأساسيات الموجودين.
بتمنى تكونوا عجبوكم، واني كومنتس اني اكسرسايز بدكم اني احكي عنه فسره انا حاضره لهالشيء. وبليز ما تنسوا رح ارجع عيد كل الاكسرسايزز يلي عملتهم فيه يكونوا السيركويت، يعني مجموعه حركات تعملون 3 sets of 15 to 20 for advanced, 10 to 12 for intermediate, 8 to 10 to beginners. أكيد إذا أنتوا بتحبوا تركزوا بس على تمرين upper body هدول هن الحركات، واللي بحب يخلط بين lower والupper عندي ديجا صار كذا فيديو فيكم تاخذوا الحركات وتخلطوهم سوا. Thank you عن جديد and we'll see you again soon. Bye.